وصلنا وإياكم إلى محطتنا الأخيرة من مشوارنا الصباحي في برنامج صباح الخير، وعن التنبؤات والتوقعات للحالة الجوية، وهل سنقول أهلا بالخريف مع درجات حرارة منخفضة نوعا ما؟ ماذا تخبئ الخرائط الجوية؟ بالتأكيد كل التفاصيل حاضرة وإيانا مع ضيفنا عبر الخط الهاتفي الراصد الجوي ليث العلامي. يسعد صباحك ليث، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك هبة، وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين، وجمعة مباركة إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك ليث، شكرا على الصورة الصيفية اللي كنا بنطالب فيها من زمان أنها تكون موجودة عشان نقدر نستخدمها في اللقاءات الهاتفية بداية. وأخيرا بس أجل الصيف يخلص. طيب ليث، يعني بداية اليوم عم نحكي عن ما قبل الحديث عن التوقعات للأيام القادمة، ماذا عن حالة هذا اليوم وبقية هذا النهار؟ يعني بدنا نيجي اليوم الجمعة، راح يكون في عنا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مقارنة نوعا ما بالأيام الماضية، خاصة يعني كان عنا ما بين منتصف و يعني ما بين منتصف ونهاية الأسبوع ما بين الثلاثاء والخميس نوعا ما درجات حرارة أجواء كانت صيفية معتدلة في معظم المناطق، حتى أنها كانت مائلة للبرودة بالمرتفعات والمناطق الجبلية، لكن اليوم في عنا ارتفاع درجة الحرارة. طبعا هذا الارتفاع ضمن الإطار الطبيعي للمعدلات السنوية المعتادة، ما في ارتفاعات كبيرة، وراح تستمر يعني اليوم درجة الحرارة تستمر معنا حتى تقريبا يوم الاثنين بدون تغير ملموس. يعني الأجواء بنوصفها بأنها صيفية اعتيادية، حارة نسبيا إلى حارة بمعظم المناطق الفلسطينية ما بين جبلية وسهلية وساحلية، لكنها أكثر حرارة بطبيعة الحال من المعتاد، ونقدر نوصفها بأنها شديدة الحرارة في مناطق مثل أريحة والأغوار ومناطق النقب ومناطق شرق شمال فلسطين المحتلة، مناطق شرق الجليل، المناطق يعني الغورية درجة الحرارة فيها كمعدلات طبيعية أنها تكون عالية وشديدة الحرارة. طبعا زي ما حكينا يعني بالأيام الجاية بكرة عندنا السبت والأحد وحتى يوم الاثنين ما راح يكون في تغيرات ملموسة درجة الحرارة، ممكن يعني تكون متذبذبة ما بين درجة أو درجتين، لكن بتظلها في إطارها الصيفي الطبيعي المعتاد. مرة ثانية بنرجع نحكي الجو حار بالنهار، لكن بالليل مقبول ولطيف، ما في عندنا إشي كثير يعني مزعج خاصة للناس اللي بتكره أجواء الصيف. اللافت هنا أنه عندنا خلال ما بين منتصف ونهاية الأسبوع القادم، يعني بالاتجاه نحو نهاية الأسبوع خاصة يعني أيام الأربعاء والخميس، متوقعين يكون في عندنا كتلة هوائية قريبة للخريفية، يعني هي مش خريفية بحتة لكنها أكثر اعتدالا من أنها تكون صيفية. درجات الحرارة متوقعين أنها تنزل لمنتصف العشرينيات، طبعا أنها تنزل لمنتصف العشرينيات بهيك فترة إشي ممتاز، يعني تطور يعني هذا اللي إحنا بدنا إياه من زمان، فرح تكون الأجواء خريفية أو قريبة للخريفية، ما بدنا نحكي أنها خريفية، قريبة للخريفية معتدلة بشكل كبير حتى بساعات النهار، وبالأخص بالمناطق الجبلية. يعني حتى نكون واضحين، المناطق الجبلية والمرتفعات بالأخص سكانها راح يشعروا بهذا الاعتدال أكثر من غيرها. ليش؟ لأنه في عنا عامل أو إيش انخفاض الحرارة بالجبال المقارنة ببقية المناطق. ثاني إشي المناطق السهلية والساحلية، ونتيجة إنه هاي الكتلة الهوائية المعتدلة أصلها منثار بحري، رياح بحرية معتدلة، فراح يكون في صح في انخفاض بالحرارة بس بالمقابل ارتفاع لنسبة الرطوبة، فممكن الرطوبة بالنهار تكون عاملة جو مزعج، أو يعني إنه مش كثير تشعره أو سكان الواحد بيشعره بانخفاض الحرارة زي المناطق الجبلية، لأن المناطق الجبلية زي ما حكينا في عنا أول شيء عامل انخفاض أكثر ورطوبة أقل يعني مثل المناطق الساحلية والسهلية. فلهيك إجمالا الأجواء راح تكون أكثر اعتدالا من هاي الأيام، يعني ما بين اليوم حتى الاثنين الجو صيفي، لكن ما بين الاثنين وحتى نهاية الأسبوع الجديد راح تكون أجواء أقرب أنها تكون معتدلة، أجواء نوعا ما خريفية. بالليل ممكن تكون الأجواء مش ممكن لا على الأغلب يعني راح تكون باردة برضو بالمناطق، مركز على المناطق الجبلية، يعني دائما في الفترات الانتقالية ما بين سواء الصيف لخريف أو حتى من شتاء لربيع، المناطق الجبلية هي المناطق اللي بتكون أكثر تأثرا بعامل ارتفاع وانخفاض الحرارة.
نتيجة عدة عوامل جغرافية ومناخية، أهمها أنه الحرارة نوعية للمناطق الداخلية ومناطق اليابس تتغير بسرعة مش زي المناطق الساحلية، فالعامل المتغير الحرارة راح يكون واضح بالمناطق الجبلية. مرة ثانية الأجواء راح تكون بالليل باردة بالمناطق الجبلية، حتى ممكن أنه سكان هذه المناطق يضطروا للبس الملابس الدافئة نوعا ما. راح يكون أيضا في انتشار لكميات من السحب، ومش مستبعد يعني أنه يكون في عنا بعض الفرص لزخات محلية من الأمطار ببعض المناطق، طبعا مش فرص عالية، ما بدنا نحكي للناس أنهم يستعدوا لمطر، لكن مش مستبعد نتيجة بعض تكاثر والتكاثف للغيوم في بعض المناطق أن يكون في بعض الفرص لرشات أو زخات محلية من الأمطار ببعض المناطق. طبعا الحكي هذا زي ما حكيت ما بين الأربعاء أو ما بين الثلاث للخميس من الأسبوع الجديد، نهاية الأسبوع. طب يعني ليث، في التفاصيل الأولى اللي تفضلت فيها وحكيت بخصوص درجات الحرارة، وأيضا يعني رح يكون في هناك لطافة في الطقس، هل هذا الشيء يعتبر يعني مغاير للسنوات السابقة ومختلف عن العادة بهاي الفترة الزمنية احنا عم نحكي؟ تمام، على في احنا عندنا المعدلات الشهريه اللي هي دائما احنا بنعتمدها لما نحكي درجات الحراره اقل او اعلى من المعدلات، طبعا هي بتكون المعدلات الماخوذه لعشرات السنين وبنقيس عليها انه هذا المعدل الطبيعي لكل منطقه، طبعا بحسب اختلاف التضاريس، مثلا المناطق الجبليه لها معدلات تختلف عن المناطق الغوريه تختلف عن المناطق الساحليه، ففي عندنا بالنهايه معدلات معتاده، لكن رغم وجود انه بنحكي مثلا ان الحراره راح تكون اقل من معدلاتها مثلا بالكتله الهوائيه القادمه ما بين منتصف ونهايه الاسبوع الجديد، وجود انه او مصطلح انها اقل من المعدلات مش يعني انها ما سبق انها صارت، يعني عاده يعني بشهر ايلول وهو يعني نعتبره بدايه نهايه فصل الصيف بتكثر هاي التقلبات، فبتكون موجوده يعني عادي صارت يعني بسنوات سابقه انه تاثرنا بكتل هوائية خريفية أو كتل هوائية معتدلة بشهر 9، وأحيانا أيضا كان في هطول الأمطار، يعني مش شرط أنه صح بنحكي أنها أقل من المعدل، لكن سبق وصارت يعني مش أنه إشي غريب كثير، فالكتلة الهوائية القادمة إحنا برضو ما بدنا يعني نشعر الناس أنه جاينا إشي يعني كثير نبالغ فيه أنه كثير يعني راح يلمسوا أنه غادرنا الصيف بشكل نهائي أو دخلنا على الخريف بشكل سريع، لا هي بنحكي أنه درجة الحرارة مقارنة بفترتها المعتادة راح تكون أقل، درجة الحرارة ممكن تلامس مثلا بالخليل بالقدس برام الله بنابلس ما بين 24 ل 26 او 27 درجة مئوية، بالمناطق السهلية والساحلية ممكن تكون ما بين 28 ل 29 درجة مئوية، يعني بنحكي عن درجات حرارة ما بين منتصف لنهاية العشرينيات، بالإضافة إلى موضوع إنه راح نلاحظ كمية من السحب، راح يكون السماء بغالبها فيها سحب منخفضة، وهاي السحب المنخفضة بفترات ممكن الصباح أو ساعات يعني الفجر الباكر يكون نتيجة تكثفها بعض الأمطار المحلية الخفيفة، لكن أنه مش يعني هذا نهاية الصيف بشكل تام، لأنه بعدها متوقع أن ترتفع درجة الحرارة، يعني بعد نهاية الأسبوع الجديد راح ترتفع، هذا الارتفاع ما راح يكون برضو على شكل موجات حارة كتل حارة، لا راح يكون ضمن الإطار الصيفي الطبيعي، نحكي عن راح تكون ارتفاعات قريبة من هاي الأيام، يعني لنلخص الوضع الفترة القادمة حتى ممكن نهاية شهر 9 لو أنه الفترة بعيدة، ولكن حسب القراءات والمؤشرات الحالية أنه الإشي الحلو بالفترة الجاية ما في موجات حارة ولا كتل حارة، يعني إذا ما كان عندنا كتل معتدلة ما عندنا موجات حارة، فالأمور راح تظلها بين كتل هوائية معتدلة وبين أنها صيفية احتيادية إن شاء الله، خاصة وأنه هذا الصيف يعني امتاز بقلة الموجات الحارة مقارنة صحيح تماما، إذا بدنا نقارن الصيف هذا مقارنة على الأقل آخر 3 سنوات صيفنا الحالي كان معتدل بأغلب الأيام لولا موضوع ارتفاع الرطوبة الناس كانت تشعر ببعض يعني الحر او بعض الضيق والانزعاج بسبب هذه الرطوبه، لكن فعليا ما تاثرنا بموجات حاره الا بموجه حاره قبل حوالي اسبوع او 10 ايام كموجه حاره كانت بارزه خلال هذا الصيف، مقارنه بالسنوات الماضيه تاثرنا بموجات حر اقصى واقوى واطول. فالصيف هذا بنحكي انه الحمد لله انتهى بشكل معتدل وقريب من معدلاته الطبيعيه،
وان شاء الله ينتهي فعليا ضمن اي اجواء طبيعيه بدون موجات حاره جديده كما هو متوقع ان شاء الله. والله تعالى دائما اعلى واعلم. يعني اشكرك جزيل الشكر الراصد الجوي ليث العلامي على كل هالتفاصيل وعلى هذه التوقعات وفقا لمؤشرات الخرائط الجويه. نتمنى لك عطله مميزه ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو. مع هذه التوقعات ومع هذه النسمات اللطيفة والخفيفة على درجة الحرارة التي ستكون بمشيئة الله وفقا للمؤشرات وتوقعات الحالة الجوية مع نهاية منتصف ونهاية الأسبوع القادم، نتمنى إن شاء الله تكون أجواءكم جميلة ورائعة. وكمان بنكون وصلنا وإياكم إحنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من برنامج صباح الخير اللي